نذهب الآن مباشرة إلى عبد الله بن راشد الخضوري من المديرية العامة للأرصاد بهيئة الطيران المدني. أهلا وسهلا بك عبد الله. السلام عليكم وأهلا وسهلا أخوي عبد الله. حياكم الله، سعيدين بتحدث معكم. حياكم وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. هنئتم بالأمطار وإن شاء الله أمطار خير وبركة بإذن الله. أخوي عبد الله، نقف مباشرة معك على آخر التحديثات والمستجدات بشأن هذا الأخدود، أخدود الشتاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، تتأثر حاليا السلطنة بالحالة الجوية الثانية أو الأخدود الجوي الثاني اللي بدأ تأثيره من يوم أمس مساء الاثنين تدريجيا، وأثر منذ أمس بهطول أمطار متفرقة متفاوتة القزارة، بدأت على محافظة مسندم وكذلك شملت محافظة البريمي وشمال الباطنة. وخلال آخر الليل وصباح هذا اليوم بدأ تأثير هذه الموجة ليؤثر على محافظة مسقط وكذلك جنوب الباطنة، وكذلك ما كان مستمر على محافظة مسندم. الحمد لله هطلت أمطار متفاوتة القزارة، وصلت إلى 60-70 ملمتر، سجلت في محطات الأرصاد الجوية في مسقط، بالتحديد في محطة الأرصاد في ميناء سلطان قابوس. أمطار قزيرة جدا أدت إلى جريان الشعاب وبعض الأودية. أيضا جنوب الباطن، محافظة جنوب الباطن كان لها نصيب من هذه الأمطار خلال ليلة أمس وصباح هذا اليوم، كذلك محافظة مسندم كان لها نصيب جيد. حاليا الأوضاع الحالية كما نشاهدها من خلال صور الأقمار الصناعية، ما زال غطاء السحابي متواجد على معظم محافظات شمال السلطنة. فرص الأمطار لا تزال واردة. نتوقع نشوء بعض السحب الركامية على جبال الحجر تنشط، بالتحديد جبال محافظة الظاهرة، البريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة، وكذلك محافظة الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وكذلك الجبال المطلة المجاورة لمحافظة مسقط. هذه توجد لها فرص خلال الساعات القادمة بتشكل السحب وهطول أمطار متفاوتة القزارة، قد تكون أيضا رعدية أحيانا. كذلك محافظة مسندم هناك تدفق للسحب حاليا بمشيئة الله، قد تؤدي أيضا لهطول أمطار متفرقة متفاوتة القزارة خلال الساعات القادمة. نعم، في محافظة مسقط يبدو أن الأجواء هدأت نوعا ما، لكن خلال الساعات القادمة في محافظة مسقط بالتحديد متوقعين أمطار؟ نعم. هناك مؤشرات لنشوء السحب المحلية الركامية على جبال الحجر، ثم تتدفق مرة أخرى على محافظة مسقط. كذلك محافظة مسقط فيها فرص لتدفق السحب خلال آخر الليل، هذه الليل اليوم، ليلة اليوم، وكذلك صباح يوم الأربعاء قدم بمشيئة الله تتكرر الفرص كما حدث اليوم صباحا بهطول أمطار أيضا صباحية أو ليلية متفاوتة القزارة بإذن الله. نعم، الساعة 9 صباحا صدر التنبيه رقم 1 عن الحالة، ما التحديث القادم متى من المتوقع؟ نعم عبد الله، طبعا جيد للإشارة أيضا للتقارير السابقة، أصدرنا بدأنا مبكرا في التحذير والتنبيه عن هذه الحالة الجوية، بدأناها من يوم الجمعة الماضي صدرنا تقرير رقم 1 وأشرنا للحالة الجوية بالتفصيل خلال الأيام القادمة. كذلك أصدرنا التقرير رقم 2 وأشرنا فيه أيضا بالتفصيل للأيام القادمة، وذكرنا أيضا كميات الأمطار. اليوم أصدرنا التنبيه رقم 1 وأيضا فصلنا في بعض الأرقام، زدنا في كميات الأمطار المتوقعة لهذا اليوم وصلناها إلى 60 ملمتر. التحديث القادم ممكن يكون غدا صباح يوم الأربعاء بمشيئة الله، التنبيه رقم 2 إذا استمرت نفس المؤشرات على ما هي عليه بإذن الله. متى ستبدأ ذروة هذا الأخدود بالتلاشي؟ طبعا كما ذكرنا أيضا في التنبيه رقم 1
هذه الحالة الجوية سيبدأ من ليل الأربعاء، من مساء الأربعاء بالتحديد، من الساعة 8-7-8 مساء سيبدأ الضعف التدريجي لهذه الحالة الجوية. بداية ستكون الضعف من البريمي ومحافظة مسندم، ثم سيشمل تدريجيا باقي محافظات شمال السلطنة. ستبقى الفرص واردة على محافظة جنوب الباطنة ومحافظة مسقط ومحافظة الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية حتى نهار يوم الخميس أو صباح يوم الخميس. هناك مؤشرات توضح أن محافظة مسقط والمحافظات التي ذكرتها فيها فرص هطول أمطار صباحية يوم الخميس بمشيئة الله، وبشكل عام هي متفرقة، ممكن تكون في بعض الأحيان قذرة بإذن الله. نعم عبد الله، إلى الآن وفق التحليلات الأخيرة ما هي أكثر المحافظات تسجيلا لكميات أمطار؟ نعم طبعا محافظة مسقط ما شاء الله سجلت اليوم أمطار قذرة جدا، تعدت حتى التوقعات. كنا نتوقع 50 مليمتر، تعدت وصلت إلى 70 مليمتر وهي قابل للزيادة. هذه كانت على حساب قبل الساعة 9 صباحا، ممكن الآن أو من بعد الساعة 9 صباحا زادت الكمية. آخر قراءة لنا للمحطة كانت 70 أو 72 مليمتر. بذلك تكون محافظة مسقط أكثر محافظات تسجيلا للأمطار حتى الآن. طبعا هذه الآن ما زلنا حنا في الحالة الجوية. وهناك توقعات أيضا بنزول الأمطار بكميات لا تقل عن ما نزلت الآن بإذن الله خلال هذا المساء والليل، الليل الأربعاء والليل الليلة وصباح الأربعاء وكذلك مساء الأربعاء. نعم. بإذن الله. نعم. يعني شفنا بعض التغريدات وبعض الأحاديث حول يعني تأخر يمكن الأخاديد والمحافظات الشتوية، هل يعتبر هذا العام هناك نوعا ما تأخر في الأخاديد والمحافظات الجوية، وهل هو مؤشر لشيء آخر؟ نعم طبعا إذا تحدثنا مناخيا أخي عبد الله، كل سنة إلى سنة تختلف مناخيا، وليست بالضرورة أن تتقدم فيها أن تكون المخفضات وتأثيرها بشكل محدد في شهر معين أو في شهور معينة. سبحان الله، بأمر الله سبحانه وتعالى تختلف السنوات مناخيا من سنة إلى أخرى، ولا توجد سنة واحدة متتالية متشابهة يعني مع السنوات الأخرى. بعض السنوات تجي المخفضات الشتوية متقدمة، وبعض السنوات تجي المخفضات الشتوية متأخرة، وهكذا يعني، ولكن ليست مؤشر لأمر ما، وإنما هو تصريف الله سبحانه وتعالى وتدبيره. وأيضا هناك بعض الظواهر العالمية الممكن أن تتحكم في هذا الأمر، والتي أيضا تستدعي الدراسات. بعض الأحيان بعض الظواهر المناخية العالمية تحدث في المحيط الهادي وتؤثر علينا في الشتاء هنا، وفي بعض الدراسات تتحدث عن هذا علميا، يعني مدى تأثر بعض الظواهر في المحيطات بمناخ السلطنة. وفي بعض نتائج معينة توضح إذا كانت ظهرت ظاهر معينة في المحيط الهادي فهذا بيكون فيه سلبا علينا، مثل ظاهرة النينو واللانينا، وتحتاج أيضا مزيد من الدراسات. إذا ظهرت بعض الظواهر تؤثر سلبا يكون عندنا شتاء جاف مثلا، أو إذا لم تظهر في المحيط في المحيطات أو في مكان معين في العالم يكون عندنا الشتاء خصب. وفيه دراسات إحصائية وفيها دراسات علمية في هذا الجانب، ولكن بشكل عام ومختصر هذه كثير من الأشياء تحتاج دراسات عميقة، وفي الأخير هي تدبير الله سبحانه وتعالى في كيفية يعني تصريف المطر والسحاب. نعم. هذه الأمطار عبد الله ستؤثر على انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة؟ نعم، شكرا لسؤالك عبد الله. هذا الأمر أيضا مهم بإذن الله، وسيتم أيضا التنويه لذلك خلال هذا اليوم وفي التنبيه الثاني اللي سيصدر إن شاء الله بكرة. هناك رياح شمالية غربية ستعقب مرور هذا الأخدود، هذه الرياح ستكون نوعا ما نشطة، متوسطة إلى نشطة، ممكن تتراوح من 15 إلى 35 عقدة. هذه الرياح شمالية غربية وهي ستكون باردة، وسيكون هناك انخفاض نسبي للحرارة بمعدل 3 درجات إلى 5 درجات بإذن الله. ممكن نشوف درجات صقرى تتراوح بين 14 15 16
في المناطق السهلية والساحلية. نعم. ودرجات ممكن تكون بالقرب من الصفر أو أقل ممكن من ذلك في المرتفعات الجبلية. نعم. كذلك هذه الرياح الشمالية الغربية ستبدأ تهب من مساء الأربعاء. لذلك لما يهب الشمال ستبدأ تنخفض نوعا ما حبوب الأمطار. نعم. والرياح الشمالية الغربية ستهب بداية من مساء الأربعاء. نعم. وستؤدي أيضا بجانب انخفاض نسبي في الحرارة ستؤدي أيضا إلى ارتفاع موج البحر على السواحل الغربية لمحافظة مسندم. نعم. المطلة على الخليج العربي، وكذلك ستؤدي إلى ارتفاع الموج على سواحل بحر عمان. نعم. لذلك أيضا هذا تنويه للأخوة الصيادين بتلك الأماكن بالانتباه والتريث وعدم ركوب البحر حتى تأكد من حالة الأجواء. أيضا كذلك هذه الرياح الشمالية الغربية ستصل إلى الوسطى ومحافظة الظفار، لذلك أيضا على قائدي المركبات وسائقي المركبات المتخذين من أدم إلى صلالة أيضا بأخذ الحيطة والحذر، ممكن أن يصاحب هذه الرياح النشطة التي ستهب من مساء الأربعاء ممكن أن تثير الغبار والأتربة، لذلك مقدار الرؤية في الوسطى والأجزاء الصحراوية من ظفار ممكن أن يقل فيها مدى الرؤية بسبب ممكن هذا احتمال. نعم. لذلك تنويه وارد وعلى الجميع أيضا أخذ الاحتياط. نعم. والتنبه لهذا الأمر. وفق المؤشرات والمعطيات الحالية هل من المتوقع أو في الأجواء شيء يلوح لمنخفض وخدود قادم؟ ولا من المبكر؟ من هو لا بالعكس، يعني حنا اتخذنا هذا الأمر حنا لذلك بدأنا بأول تقرير من الجمعة، لذلك الأمور بالعكس شفافية، ولكنها بعض الأشياء لا تتحقق بمجرد ذكرها. نعم. لأنها بعيدة المدى. نعم. ولكن كمؤشرات أولية نعم هناك بعض هناك حالة جوية ممكن أن تتوتر على السلطنة خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ولكن دقة هذه المعلومة ضعيفة. نعم. لذلك مبدئيا نعم هناك بعض المؤشرات ممكن في حالة جوية أخرى خلال الأسبوع القادم، ولكن ما زال مبكرا بالجزم أو بتحديد تفاصيل معينة له. نعم. عسى تثبت يا رب بإذن الله تعالى. نحن مع كل حالة جوية دائما نسأل الله العلي القدير أنها تمر علينا بدون أي أضرار أولا بشرية وبدون أضرار مادية. الآن لكل من يسمع لنا ويتابعنا وهناك تفاعل كبير مع طرحك في هذه المقابلة، ما هي الرسالة التي يمكن نقدمها لكل من يتابعنا حتى يجنب؟ نعرف هناك تجمعات مياه، هناك أحيانا أودية، وهناك هذه أمطار خير وبركة. نعم. ونريد نتجاوزها إن شاء الله ونستمتع فيها بدون أي أضرار. نعم شكرا يا عبد الله، شكرا جزيلا، وشكرا على هذا التفاعل أيضا من الأخوة جميعا. طبعا حنا عدنا هدف رئيسي في المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي هيئة الطيران المدني ووضعناه على عاتقنا أيضا، تعزيز ثقافة الطقس وإدارة وهذه الثقافة بالتحديد وإدارة المخاطر والسلامة يجب أن تعزز لدى المجتمع، ولله الحمد من خلال الحالات السابقة وضح وهذا الأمر واضح جيد بشكل جيد عند الجميع عند المجتمع أن هناك وعي الحمد لله فيما يتعلق بمخاطر الطقس، وأيضا سنبذل كل جهد، كل المختصين هنا بيبذلوا كل جهد لتعزيز هذه الثقافة لدى المجتمع، ثقافة تجنب المخاطر وتعزيز ثقافة السلام الفردية للشخص. اليوم أنا يعني لما أشوف أمطار وأشوف أودية تنزل يجب أن يكون عندي هذا الهاجس وهذا الحس شخصيا يعني بأن لا أجازف في عبور الأودية بطبيعة الحال، وهذا دور من الشخص نفسه وأيضا دور منا حنا كجهة راعية ومعنية بهذا الأمر بتعزيز ثقافة الطقس ومخاطرة لدى المجتمع، وحنا إن شاء الله نبذل جهد في هذا الجانب. ولكن أيضا نتمنى من الأخوة جميعا وهذه رسالة للجميع أن هناك إرشادات للسلام وهناك ثلاث أجزاء رئيسية للسلامة يجب أن يعي فيها المواطن والمقيم. الأولى هو هطول الأمطار القزيرة وعدم عبور الأودية مهما كلف الأمر، اليوم ما شيء أغلى من الروح. صحيح. لذلك يتريث عدة ساعات أو عدة دقائق حتى تهدأ الأمور ثم يعني يعبر الطريق، وهذه رسالة لسائقي المركبات خاصة السائقين الذين يحمل عائلات عندهم أيضا أن ما يخاطروا بعوائلهم. الأمر الآخر هو مراقبة ومتابعة الأطفال، من المهم جدا بمكان متابعة الأطفال وعدم تركهم باللعب بجانب
الشعاب أو تجمعات المياه والبرك المائية. وللأسف حصل في الحالات السابقة كم طفل يعني أو طفلة توفوا بسبب هذا الموضوع. لذلك على الآباء والأسر والأمهات متابعة ومراقبة أطفالهم وعدم تركهم في اللعب. أيضا الأمر الآخر متابعة الإرشادات والتوجيهات من الجهات المعنية سواء شرطة عمان السلطانية أو المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وأخذ كل التنبيهات بعين الاعتبار ومتابعة النشرات. عادة هذه الحالات الجوية لا تستمر يومين ثلاثة أيام وتنقضي يعني. فبالتالي هي الحمد لله مثل ما نلاحظ الآن أجواء جميلة جدا، ولكن بسبب بعض التصرفات يعني تنقلب عند بعض الأسر إلى أوقات حزينة. ويعني نتمنى أن ما يكون هذا الأمر وارد، وسنعمل بكل جهد من جانبنا لتعزيز ثقافة الطقس لدى الجميع والسلامة. وبإذن الله كل من يسمعنا هذه نصيحة يعني بمتابعة الأجواء والاستمتاع بالأجواء، ولكن بحذر بحذر. جزاك الله خير عبد الله، كفيت ووفيت، وإشارتك لموضوع الانتباه للأطفال مهمة وفي غاية الأهمية. اليوم أي حادثة تحدث أيا كان في أي مكان يعني تؤلمنا جميعا وتؤلم المجتمع بشكل كبير. الكل ينتبه لأبناء كلها مثل ما ذكرت يومين، وبعدها إن شاء الله يعني الكل يستمتع بدون مخاطر. شكرا جزيلا لك يا عبد الله. بارك الله فيكم عبد الله، وشكرا على التواصل الطيب، وهكذا أنتم دائما يعني متواصلين، ومن خلالكم حنا سنعزز هذه الثقافة أيضا للجميع. الشكر لتجاوبكم وتفاعلكم السريع والدائم معنا وتوفير المعلومة الصحيحة بمختلف الوسائل. اليوم أسهل شيء أنك تحصل عن معلومات وبيانات وتحديثات الطقس متوفرة في كل مكان، ما عليك إلا الحصول عليها من مصدرها الصحيح. شكرا جزيلا الأخ عبد الله بن راشد الخضوري من المديرية العام للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني. شكرا جزيلا. شكرا عبد الله، أحسنت.